بنواجه ما لا نحن ما نحن غير مستعدين له بالقدر الكافي. ما فيش ما حدش يقول لي ان الرئيس ممكن يشتغل باثنين ثلاثة او اربعة معاونين، ما يعني عارف ايه. ما زلت تظن أن الفريق المعاون للرئيس محتاج يكبر أو محتاج يزداد عدده؟ الفريق المعاون للرئيس محتاج حاجتين، اولا محتاج يكبر جدا، لكن محتاج يبقى ريبريزنتاتيف يمثل شيء. الفريق المعاون للرئيس في كل في احسن الاحوال ناس عندهم النوايا الطيبه، لكن بالدرجه الاولى ما حوله هو البيروقراطيه واللي تسيير الامور وليس تغيير الامور. هذا البلد في حاجه الى تغيير اكثر منه تسيير، لكن في حاجه خطر انه التغيير ليس ان ترفعي خيامك من حيث انت وتمشي، لازم يكون عندك مقصد واضح وخريطه محدده لاين تريدي ان تذهبي بالضبط. ده غايب. ومين اللي بيحدد؟ مين لازم يحدد ده؟ لازم يحددوا حوار بين كل قوى الوطن، ده مش حاصل. احنا لم نجري حوارا حقيقيا. بدايه الحوار الحقيقي انه حد يقدم لي صوره يجهز لي صوره حقيقه ويجيب ممثلين حقيقيين للشعب، ثم يطرح عليهم الحقائق، ثم يطرح عليهم احتمالات، ثم يستمع إلى ما يقال ويعدل فيه، ثم تكون من نتيجة هذا الاحتوار بلورة رؤية من نوع ما لمستقبل هذا البلد. لكن التسيير في هذه اللحظة، تسيير الأمور في هذه اللحظة، أنا بعتقد أنه خطر، لأنه أنت قدام عالم بيتغير، وعلى بال ما تدرسي حاجة تدرسي في الماضي، فأنت محتاجة في هذا العالم المتغير أنه يبقى فيه تنبؤ أكتر من كده.